احيانا تصاب الزوجه او المراه السيده بالتهاب اسمه التهاب الحوض. التهاب الحوض غالبا سببه غالبا وليس دائما بل غالبا سببه الامراض المنقوله الى المنطقه الحساسه. تنتشر هذه العدوى او هذه الامراض المنقوله من الزوج او من اشخاص الاخرين تنتشر في المنطقة الحساسة وتصل إلى الرحم وإلى المبيضين وإلى قناتي فالوب، مسببة مرض اسمه التهاب قاع الحوض. التهاب قاع الحوض، كيف نعالج هذه المشكلة؟ أول علاج وأهم العلاجات هو تناول الثوم، لأنه عبارة عن أنتيبيوتيك ممتاز جدا جدا لهذا الأمر. أقلي خمس فرش أسنان ثوم مع زيت زيتون حتى يصير لونهم بني. صفي هذا الزيت حتى يبرد، وخذي قطعة شاش ولا كثر الزيت، خليه قليل علشان يكون يعني كثر الثوم قلل الزيت، وسخنيه حتى يصير لونه بني الثوم، طفيه ثم اتركيه حتى يبرد. خذي شاشة نظيفة معقمة طبية، بلليها بالزيت هذا ودخليها فيكي واتركي لها يعني اعملي لها مثل الخيط بحيث تكون يعني خارجي، يعني بحيث تسهل ما تدخل جوا، بحيث تقدري تطلعيها، يعني اعملي طريقة بحيث قطعة الشاشة هذه تكون كبيرة وكون جزء كبير منها خارج المنطقة علشان تقدري تسحبيها. بإمكانك تتركيها ساعتين ثلاثة ثم تشطفي عادي ماء وليس بالصابون بل ماء عادي، وكرري هذا الأمر مرة أو مرتين باليوم مع تناول أكل فيه ثوم، سلطات فيه ثوم غير مطبوخ، ثوم نية ببشوريه وحطيه مع السلطات وكلي، يساهم جدا في علاج هذه المشكلة. عندنا الكركم، يجب أن تشربي كل يوم مرتين كركم، ملعقة صغيرة صباحا ملعقة صغيرة مساء مع العصير مع الحليب الساخن مع الطعام بأي طريقة تريدينها، ولكن نيء غير مطبوخ، وإن شاء الله تعالى تستفيدي فيه. عندنا البيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، خذي ملعقة صغيرة مملوءة وحطيها مع كوب ماء واشربيها على معدة فارغة يوميا لبضعة أسابيع، مثلا أسبوعين أسبوع 10 أيام تشربيها يوميا. أريد أن أنوه إلى شيء هام جدا، وهو أن بيكربونات الصوديوم تسبب النعاس، ولذلك أفضل إذا استخدمت بيكربونات الصوديوم أن تستخدميها في الليل علشان تنامي لأنه منوم. ممكن ندلك الحوض، كيف ندلك الحوض؟ تتنامي على ظهرك وتضعي زيت على تحت البطن تحت السرة وتنادي لزوجك أو لبنتك أو لأمك لأي أحد من محارمك ويدلك لك هذه المنطقة لمدة لا تقل عن 10 دقائق، حركات دائرية من تحت السرة إلى الأسفل تدلك لك مرتين باليوم على الأقل. هناك أشياء أخرى ممكن نستخدمها وهي اليوغورت فريش، يجب أن تأكلي كل يوم 3 مرات زبدية مملوء أو وعاء مملوء من كذا حجمها من اليوغورت الفريش أي الزبادي أي الخاطر. كل يوم يجب أن تأكلي 3 أطباق، يعني ما لا يقل عن 700 غرام يوميا من اليوغورت فريش أو الخاثر. عندنا أيضا زيت شجرة الشاي، مهم جدا جدا تخلطي 3 قطرات من زيت الشاي مع شوية ماء دافئ وتشطف فيهم
كل يوم عدة مرات مع الاستمرار لمدة لا تقل عن شهر. عندنا أيضا زهرة القنفذ اللي اسمها شاي زهرة القنفذ، هذه مهمة جدا، ممكن تشربيها ملعقة صغيرة مملوءة مع كوب من الماء الساخن وتحركيه وتشربيه كل يوم، تشربي كل يوم كوبين أو ثلاث أكواب، مفيدة جدا في هذا الأمر. في عندنا أشياء أخرى مهمة جدا جدا اللي هي زيت الخروع. زيت الخروع يحتوي على أحماض خاصة تخفف الألم وتساعد جدا في التخلص من التهاب قاع الحوض. ممكن تأخذي 3 ملاعق من زيت الخروع وتسخنيه تسخين خفيف وتنامي على ظهرك وتجيبي منشفة وتبليها بهذا الزيت الساخن أو الدافئ وليس الساخن علشان ما يحرقك، وتضعيها على البطن وبعدها تدلكي البطن. إذا عندك التهاب بالحوض يجب أن تأكلي جزر، كميات كبيرة من الجزر، ويجب أن تأكلي المانجو، تأكلي البطاطا الحلوة، تأكلي سبانخ، تأكلي يقطين، ويجب أن تشربي يوميا عدة مرات عصير البرتقال وعصير الليمون الحامض، فهذا ممتاز جدا لعلاج مشكلتك. ويجب قبل أن تستخدمي أي دواء من هذه الأدوية يجب أن تتوقفي أنت وزوجك عن نهائيا، وإذا كان ولا بد يجب استخدام أن تستخدموا عوازل لكي لا يحدث لا يبقى الالتهاب معك، أيضا زوجك نفس الشيء. وأيضا يجب معالجة المشكلة إذا كانت سببها زوجك، يجب أن تعالجي زوجك قبل أن تبدأ بالعلاج، لأنه لم تستفيد من العلاج إذا لم يشفى زوجك. أبو عبد العزيز العشاب كان معكم، إذا عجبك الفيديو طجينا لايك ووزعي على صحباتك واشتركي بالقناة وفعلي زر الجرس. ميرسي.